نطلع معاكم بقى نشوف 5 سياحة النهاردة. أجمل الجزر التركية، موجود في تركيا أكتر من 500 جزيرة تمتد على طول سواحلها، وبعض الجزر دي مفيش فيها أي سكان خالص، وبتعتبر الجزر التركية من أهم مراكز الجذب السياحي، وده نظرا لسحرها الطبيعي وشواطئها الجذابة وهواها النقي. خلينا نشوفها معاكم في 5 سياحة. تقع تركيا في غرب قارة آسيا ويربطها بقارة أوروبا مضيق البسفور، يحدها البحر الأسود من الجهة الشمالية، وتحدها دولة جورجيا من الجهة الشرقية، وأرمينيا وإيران من الجهة الجنوبية. أما من الجهة الغربية فتحدها اليونان وبلغاريا وبحر إيجا. وتصنف واحدة من أهم وأكثر الدول العالمية التي يأتي لزيارتها أعداد كبيرة من السياح سنوياً، لما تمتلكه من أجواء رائعة وطبيعة خلابة. ويوجد في تركيا أكثر من 500 جزيرة موجودة على طول سواحلها، فمنها ما هو مأهول بالسكان ومنها ما هو غير مأهول بالسكان، حيث تعتبر الجزر التركية من أهم مراكز الجذب السياحي، حيث تشتهر جزرها بسحرها الطبيعي وشواطئها الجذابة وهوائها النقي. ومن أجمل الجزر الموجودة بتركيا والأكثر جذبا للسياح جزيرة كوندا، حيث تعد من أجمل الجزر تركية، وهي رابع أكبر جزيرة في بحر إيجا، فتتميز بشواطئها الصافية النقية وحدائقها الخلابة التي تحوي عددا كبير من الشلالات والأشجار الخضراء. جزيرة بوزكادا تعرف باسم تندوس، وهي من الجزر التركية رائعة الجمال والتي تتميز بجمالها الطبيعي، كما تعد بوتقة ثقافية رائعة لما تتميز به من الآثار التركية واليونانية، كما يوجد فيها الكثير من المساجد الشاهقة والمباني البيضاء والأنشطة الترفيهية والكثير من مزارع كروم العنب، بالإضافة للمنازل الجميلة وطواحين الهواء والشواطئ الجميلة ذات المياه الصافية. جزر الأمراء، أو كما يطلق عليها البعض الجزيرة الحمراء، والتي تقع في مدينة اسطنبول وتطل على بحر مرمرة، حيث يمكن للسياح التمتع فيها بركوب العربات التي تجرها الخيول والاستمتاع بمناخها الرائع ومناظرها الطبيعية الخلابة. فجزيرة الأمراء يزورها الكثير من السياح كل عام، وتعد من أهم جزر تركيا السياحية والأكثر شهرة.